رغم خسارة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لنهائي بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة 18-23، إلا أنه عاد لمصر حاملا لقب السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه بعد فوزه على فاب الكاميروني بنتيجة 32-18 على صالة الحمامات قبل انطلاق هذه البطولة. رجال المدرب أيمن صلاح الذين ضمنوا المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في أغسطس المقبل واجهوا ظروفا صعبة في الآونة الأخيرة نتيجة توقف النشاط المحلي وغياب أكثر من عنصر مؤثر للإصابة قبل انطلاق البطولة، بالإضافة لتعرض 4 من نجوم الفريق لإصابات مختلفة نتيجة الأحداث الخارجة والمؤسفة التي أعقبت لقاءهم مع فريق الجزيرة الليبي في ربع نهائي هذه البطولة. زملاء الحارس المخضرم حمد الروبي حققوا الكثير والكثير لناديهم وجماهيره في السنوات الأخيرة واستحقوا عن جدارة واستحقاق لقب الفريق الذهبي، خصوصا بعد عودتهم في أكتوبر من العام الماضي بلقب بطولة إفريقيا أبطال الدوري، وهو الأمر الذي لاقى صدى كبيرا من جماهير القلعة البيضاء التي استقبلتهم في المطار مع نجم فريق كرة القدم الشهير أحمد حسام ميدو. عن أحداث لقاء الجزيرة الليبي وهل كان لها تأثير على خسارة النهائي أمام النجم الساحلي، عن طموحهم خلال مشاركتهم في كأس العالم للأندية بقطر وتأثرهم بتوقف النشاط المحلي، يتحدث نجوم كوماندوس كرة اليد بالزمالك في كورة النهاردة. اهلا وسهلا بحضراتكم، معايا نجوم كرة اليد بنادي زمالك اخين الحقيقة، انا هقدمهم لحضراتكم وانتوا تعرفوا مين فيهم الكبير ومين فيهم الصغير ويعني ايه اللي خايف على نفسه ويقوم من قدام الشاشة. مين وسام؟ نار يا سام، ويعني شرف لينا ان انتوا تبقوا موجودين معانا وسعداء جدا بالمستويات اللي انتوا قدمتوها الحقيقة في افريقيا. راني منور الدنيا. الاخبار عايز اقول لكم بس ان احنا قبل ما نبتدي الحلقه واحنا عمالين نضحك، يعني عايز اقول لكم ان هم بسم الله ما شاء الله شباب زي الورد يفرح، يعني فعلا بجد تحسوا فيهم بالطابع المصري بالدم المصري، تهريج هزار، الدنيا عندهم زي الفل وابطال كمان، فده اللي بيبقى كويس انك بتعرف تدمج ما بين ده وما بين ده. وسام انا عايز ابتدي معاك الاول، انت مش هتقول مين الاول بس الاول مين الكبير ومين الصغير؟ لا انا صغير. ده انت صغير. انا صغير. طب بسم الله ما شاء الله، احنا مش هنور بقى الشاشه جايه، بص في الكادر جايه، بص في الواسع اهو، انا ماليش دعوه، بص عظيمه جايه جايب لك الكادر في الواسع، انا مش مسؤول. وراني الكبير اكيد، يعني طبعا دي محتاجه. طيب انا عايز اعرف منك وسام البطوله الاول بطوله السوبر الافريقي وصلت لها ازاي والدنيا كانت ماشيه ازاي بالنسبه لكم، مباراه كسبتوها امام فاب الكاميروني. حضرتك احنا كنا ابطال، مش حضرتك بقى احنا اصحاب بقى مش اتفقنا يا راجل؟ ده انتوا عاملين مجازر هناك تقول لي حضرتك، ده انت اللي حضرتك. احنا طبعا احنا ابطال الدوري الافريقيه الكاميرون، واحنا برضه ابطال الكؤوس في نيجيريا، فاحنا كده حاملين بطولتين، فاحنا اخترنا تاني الكاس لفريق فاب ان احنا نلعبه في السوبر عشان طبعا نتاهل لكاس العالم ده، فكان ماتش مهم جدا، كنا نلعبه في صاله نابل اللي هي 7 نوفمبر. بس الحمد لله احنا كنا مرتبين اول من القاهره، كابتن ايمن صلاح كان مظبط لنا كل حاجه، برنامج اعداد في قطر، كنا عملنا اعداد في قطر لمده اسبوع مع نادي الجيش القطري، فاحنا كنا متاهلين بالظبط للبطوله الحمد لله، لان ماتش فاب كسبناه في الدقيقه 11، كان ماتش منتهي من اول 10 دقائق، رغم طبعا ان التحكيم ما كانش مساعدنا وكده، بس الحمد لله ادينا نحسم الماتش في اول 10 دقايق. يعني انت بتتفرج وانت بتكلمني اول مره تشوف المباراه ولا تابعتها؟ لا تابعتها طبعا. تابعتها طبعا كتير. راني عايز اعرف المباراه احداثها كانت عامله ازاي بالنسبه لكم واهميه اللقب ده نفسه، احنا دايما بنتكلم عن النادي الزمالك ما شاء الله متميز في اليد ومتميز في الطايره ومتميز في السله وفي كرة القدم رغم المشاكل والمتاعب الحياة الإدارية، لأن أنتوا قادرين أن أنتوا تشتغلوا بشكل كويس. المباراة دي كانت عاملة بالنسبة لكم إزاي؟ هو طبعا إحنا كنا ضغط جامد جدا، كابتن أيمن كان طبعا قبل البطولة كنا عاملين ماتش مهم جدا، أن السوبر ده هو ماتش واحد، فكان عاملين أن الماتش ده يعني بطولة لوحده، تمرين طبعا جامد جدا، كابتن أيمن معانا معسكر بتاع قطر ده كان
فوق العادي طبعا. والحمد لله احنا لعبنا الماتش الحمد لله طبعا كلنا كنا مبسوطين جدا ان احنا كسبنا والحمد لله. والماتش خلص من بعد الشوط الثاني على طول في نص الشوط الثاني الماتش كان خلص خلاص فرقه فاب كانت ثابته يعني. طب انا هتكلم معاكم على الكواليس الخاصه بالبطوله في تونس البطوله الافريقيه، لكن عايز اعرف منك يا وسام المشوار كان عامل ازاي علشان توصلوا للمباراه النهائيه؟ احنا طبعا كنا اول ماتش لعبناه كان يوم 19 اللي هو ماتش يوم ماتش فاب الكاميروني. تاني يوم على طول كان اول بدايه البطوله كنا بنلعب فريق الهلال الليبي. تاني يوم على طول ما خدناش راحه. تاني يوم كان اول ماتش مع لينا. عايز افهم ليه ما فيش يعني احنا يعني مثلا بنتكلم على كره هو القدم هو اصلا كان المفروض اصلا ان في يوم راحه في مباراه على الاقل يعني على الاقل يعني احنا لما رحنا هناك اتفاجئنا اصلا كتاني لانها بيقول ان في تاني يوم. هي دي طبيعه الاتحاد الافريقي انت بتلاقي مفاجات اصلا بخ كده فجاه مره واحده في المباراه فهتلعبوها لازم تلعبوها فكنا سامع كانت ايام صعبه كان مهيئ لنا الجو ان احنا نتقبل اي مفاجات. فكان اول ماتش مع الهلال الليبي قدرنا نكسبه وتاني بعديه كان ماتش نيجيريا فبعديه مدغشقر بعد كده فريق المغرب النهضة البركاني المغربي ده كده خلص الدور الاولاني خدنا يوم راحه بعد كده بدأنا نلعب بقى الكروسات دور الثمانيه الكروسات لعبته مين بقى؟ لعبنا الجزيره الليبي اللي حصل فيه المشكله حصل فيه المعركه الطاحنه دي. ايه اسباب ايه اللي يحصل ايه اللي يخلي حاجه بنتكلم عن مباراه كره يد وبنتكلم عن رياضه وبنتكلم عن شعوب عامله ثورات وبنتكلم عن الربيع العربي وبنتكلم عن حاجات بنقول ان هي لطيفه، ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى الامور تمشي بالشكل ده تحصل في ارض الملعب ما بين منتخبين ما بين فرقتين مفروض ان هم عربيتين وما يحصلش ما بينهم من بعد كده؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ هو احنا قبل الماتش بيوم كابتن ايمن لينا بالليل بعد العشاء احنا على طول بيبقى في اجتماع هنجيب لكم اللقطات بتاعه المباراه اللي حصلت فيها مباراه احنا الجزيرة. بعد العشاء كابتن ايمن على طول بيعمل لنا اجتماع نقعد مع بعض نص ساعه فبيتكلم معانا قال لنا يا جماعه خدوا بالكم ان هيبقى في ضرب هيبقى في قله ادب هيبقى في حاجات كتير تحكيم ضدكم هتلاقي حاجات كتير فمش عايز حد يتعصب او حد يعمل اي مشكله عشان ما يحصلش ايه وقفه لاي لعيب يعني الراجل شايف قدام وفاهم القصه هتحصل ازاي كويس احنا لعبنا الماتش تاني يوم وفعلا ده اللي حصل لقينا من بدايه المباراه في الفاظ خارجه وشد عنف زياده بيحاول ينرفزك عشان يطلعك بره المباراه بس طبعا عندنا لعيبه كويسه خبره طبعا زي كابتن حسن يوسف كابتن لوبي بيقدروا يسيطروا علينا او على نفسهم. قول لي اللي بيحصل هنا في الصوره دي ده اللي حصل هنا ان لعيب من ليبيا جه ضرب لعيب من عندنا من ظهره فكابتن روبي كابتن حسن قال له خلاص ما حدش وقفونا على جنب بعدين جه لعيب تاني اللي هو حضرتك شفته رقم 5 ده جه ضرب راني على راسه من ورا فطبعا بدات بقى المشكله احنا بقى كلنا بقى اللي دخلوا في الاول هم كلهم صغار اللي هو انا ممدوح هاشم خالد اللي هي ناس صغير لكن طبعا حضرتك شايف كابتن روبي كابتن حسن كان بيحاولوا الاشتباك بقى حصل اصابات على اي صعيد بالنسبه للاعيبه عندنا في طبعًا الزمالك؟ حصل اربع لعيبه اصاباتهم كانت عامله ازاي؟ مش خطيره بس كلها كان محمد علي وممدوح وحسن يوسف واخد كرسي لان هو سام المفروض الماتشات دي من غير جمهور احنا فوجئنا بدايه المباراه لقينا في زي جاليه ليبيه كده قاعده فوق بتشجع وبتاع فحذفوا عليكم كراسي كسروا الكراسي بتاعت الصلاه ورموها وعصيان بتاعت الشرطه الضابط وعصيان هي كنت لسه اسالك عن دور الامن في المباراه يعني كنت شايفه واقف بس كان بيعمل ايه؟ لا هو ده الشرطه اتضربت في اثنين ضباط اتضربوا وفي لعيب ليبي اللي هو ضرب الضابط كان محبوس هناك ضرب الضابط ده اتحبس. لا دي حصلت حاجات كمان اكتر من اللي احنا شفناها في الفيديو على صعيد الايقافات في حصلت ايقافات بكل تاكيد في لعيب تونسي من عندهم ده من فريق زي الليبي لعيب جنسيه تونسي ده توقف وفي لعيب مصر عندنا احنا اسمه كابتن وائل فهيم ده توقف سنتين ياه وغرامه 1600 يورو ده اكيد عمل حاجه جامده. لا ده بالعكس ده ما شاركش خالص ما عملش اي حاجه. مين اللي عمل واحنا نبلغ عنه دلوقتي حالا انا عارفه مش هقول اسمه بس طبعا احنا كابتن ملحم البلتاجي طبعا احنا بنشكره وعمل معانا مجهود رهيب جدا هناك اللي هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي ده بس هو وعدنا ان شاء الله ان هو يبقى فيه التماس ان هو يساعدنا ان احنا نفك المشكله بتاعت كابتن وائل. طيب عايز اتكلم بقى عن الكواليس الرحله كواليس السفر المستشار احمد جلال واحد من الشخصيات المحترمه جدا عضو مجلس اداره نادي الزمالك بتضحكوا بحس ان هو قريب دايما من جيل الشباب وقريب من الناس كلها قول هو بصراحه هو يعني
سيادة المستشار يعني انا لسه ما جبتش سيرة الكلام عن المستحقات لسه ولا جبت سيرة عن المكافآت. سيادة المستشار ما تحسش ان هو كبير قوي او اسم ان هو مستشار، طبعا الناس كلها تخاف ان هو حاجة. لا بالعكس، انا لقيته زيه زي كابتن ايمن، حد شاب قريب منك قوي، تهزر وتضحك معاه وبيقعد يهزر معانا ويضحك معانا. كان مبسوط جدا بصراحه، يعني احترم كلامه جدا. ان هو جه يتكلم ان هو مبسوط ان هو طالع مع فرقه كره اليد نادي الزمالك، طالع معاه رئيس بعثه. هو كان مبسوط جدا يعني، واحنا كنا مبسوطين ان هو بصراحه رئيس البعثه بتاعتنا. هل طيب ماشي حاضر، ما كنت لسه بقى هعمل فيها مذيع اقول لكم هل طب حد فيكم يقول الو؟ مين عايز يقول الو؟ الو الو، ازيك يا كابتن مصر؟ اهلا وسهلا. هم دول كلهم كباتن مصر. ازيك يا كابتن رامي؟ ازيك يا كابتن وسام؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تعبتوني يا كابتن في الرحله دي وخدتوا اكل يا كابتن. سياده المستشار، ازيك يا رامي؟ ازيك يا وسام؟ وحشتني جدا والله يا استاذ مصطفى. حي ابطال مصر بجد، رجاله. وزي ما انا قلت معاكم في اخر قعدتي معاكم، قلت يا عالم هنقعد مع بعض ثاني ولا لا؟ قلت له لو ابني لو واخد قدوه لازم ياخدها من اي لعيب فيكم. بصراحه انتوا ناس محترمه ورجاله، يعني انا اول مره اعيش معنى ازاي مجموعه بتحب بعض، ازاي الناس بيفضلوا بعض على نفسهم، ازاي بتخرجوا من انكسارات لفوز. بصراحه انا اللي اتعلمت منكم، انا فعلا بفتخر ان انا كنت رئيس بعثتكم والله يا راني. انت وسام ربنا يخليك، شرفت لينا. وبعدين يا راني خلي بالك، انا كنت بحب حاجه قوي في التمرينات، الفاست بريك بتاع الملعب، عشان كابتن وسام بيقدر يشد في الفاست بتاع التمرينات. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ تحياتي ليك يا استاذ ابراهيم الاخ العزيز. سياده المستشار، انا سعيد جدا بالحوار، انا مش عايز اتدخل لان دايما المذيع ما بيتكلم في الحاجات دي بيبقى دمه تقيل، فانا سعيد جدا انا بجد يعني، يمكن احنا كل الناس بتابع الكوره وكل الناس بتحب الكوره، ويمكن هم انا هقول لحضرتك، انت راجل قاعد مع اثنين بيمثلوا فرقه رجاله بجد. صحيح. يعني ايه فرقه ازاي بيحبوا بعض 17 يوم قاعد بتعلم منهم، ازاي بيخافوا بعض، ازاي ملتزمين، ازاي مؤدبين، ازاي محترمين، ازاي بيواظبوا على اداء الصلاه، ازاي بيواظبوا على اداء صلاه الجمعه، ازاي بيقعدوا مع بعض وكل واحد بيخدم الثاني، مدى احترامهم وتقديرهم لجهازهم الفني، اللفتات الجميله اللي منهم، ازاي بقوا قاعدين وبيفكروا في زمايلهم بتوع البولي، ازاي قاعدين بيفكروا بكره القدم ومين كسب واخبارهم ايه، ازاي رغم ان هم ما قدروش يحققوا افريقيا بعد كاس السوبر، ازاي بيفرحوا لما الفولي كسب الافريقيه واكنهم فرحانين، ازاي المجاملات واللمسات الرقيقه، مجموعه محترمه زي دول بيفكروا في جهازهم الطبي والاداري وبيجيبوا لهم هدايا رمزيه بيقولوا لكم ان انتوا وقفتوا معانا في البطوله دي وساعدتونا. انا اتعلمت منهم، وانا قلتها قبل ما اسافر واكدت عليها، انا شرفت ان انا كنت رئيس بعثتين رجاله بجد، لعبه البولي اللي ربنا وقعهم في البطوله الافريقيه، وقالوا لي كابتن احمد ما تخافش هنكون قدها ودود، كابتن اشرف وحسن ووائل ومنعم وكلهم، وفعلا بجد كانوا قد سوريا، وقد ايه الناس المحترمه ان انا كنت معاهم من اول جهازهم الفني، كابتن ايمن صلاح وعمر صلاح والاداريين حماده وجمال شعبان عبد الله وجمال شعبان والجهاز الطبي الدكتور اشرف والكابتن عادل والكابتن طارق طبعا المدرب العام، يعني من غير وحتى مسؤول اللاعبين مش عايز اقول اسمه بس عشان ما تتفضحش، يعني بجد مجموعه محترمه انا اتعلمت منهم، وكنت فخور بجد ان انا كنت رئيس بعثه ناس محترمه زي دول يا كابتن بهيم. سياده المستشار، يعني بشعر من صوتك انك ما زلت عايش اجواء الفرحه وعايش اجواء الانتصار، وان الامور بالنسبه لك كويسه، فانا بسأل حضرتك على فكرة انه الناس دايما، معلش سامحني في السؤال اللي انا اقوله ده، بتتكالب على بعثات كرة القدم، والكل بيبقى عايز يروح مع الكرة اللي فيها شو، الكرة اللي فيها دايما النصر بيتحط اسم رئيس البعثة، حضرتك بتروح رئيس بعثة كرة اليد وكرة الطايرة، وحاسس بهذه النشوة وحاسس بهذه السعادة، اعتقد ان الامور مختلفة بالنسبة لحضرتك هذه المرة. الحمد لله، طبعا احنا كلنا نتمنى ان كل واحد فينا يطلع رئيس بعثة للرجاله بتوع البولي او كره اليد. انا اقول لحضرتك حاجه، هذه الرحله ليست ممتعه بالمره، يمكن انا كنت بشفق عليهم، انا بكلمك يا استاذ ابراهيم على 17 يوم قاعدين في فندق عباره عن كلنا شاليهات قدام بعض ما بنسيبش بعض، قاعدين مع بعض، قمه خروجاتنا انها بعيده عن البلد، وكل يوم في تمرينات في الصاله بعيده، فبنرجع مهدودين، يعني قاعدين مع بعض، هي قد تكون رحله ممله، انما الالتزام والغرض الاساسي منها اللي هو تحقيق الفوز لمصر ولنادي الزمالك، وان احنا نسيب من رصيدنا في بطولات افريقيا وكاس السوبر، بجد هو ده الالتزام، هو ده اللي كان يعني مخلي الرحله سعيده.
17 يوم عدوا عليا يا استاذ ابراهيم كانهم يومين. فده يديك قد ايه مدى السعاده ومدى الصحبه الحلوه ومدى الالتزام ومدى الاحترام. بجد انا بتكلم على فريق محترم محترم لاقصى درجه، وزيهم البولي عشان ما اظلمهمش. انا بجد حتى لما رحت هناك انا قعدت مع مجموعه محترمه مثقفه من لعيبه الفولي بول، يعني قد ايه ان هم حاسين بالمسؤوليه، قد ايه حاسين بمسؤوليتهم تجاه ناديهم، قد ايه يعني لما قعدت مع كابتن اشرف قلت له يا اشرف انا نفسي ترجعوا بقى ابطال افريقيا، قال لي يا كابتن احمد قد ايه شفت النظره فيهم، قد ايه عايزين يغيروا، قد ايه عايزين يرجعوا تاني للبطولات، قال لي يا كابتن احمد انا بقول لك مش هنغسلك. قلت له ان شاء الله والحمد لله. كلمني على طول قال لي انا مش قلت لك؟ الحمد لله. انا كنا فرحانين جدا، واللعيبه اللي معاك دول كلهم كانوا فرحانين بالبولي رغم ان هم حاولوا عدوا دول. وانا بقول لك بجد اذا كان ما حصلوش على بطوله افريقيا بعد ما خدوا كاس السوبر، ودي حاجه مهمه جدا، انا بقول لحضرتك كتر خيرهم كتر خيرهم اني بتكلم على فرقه ما ارتحتش يوم، كتر خيرهم ان فرقه ما ارتحتش اكثر من 18 ساعه، ان هم بعد الاعتداء من خناقه جامده من مع الجزيره الليبي والاصابات وان بنستنى بعض ويوميها قعدت من الصبح لغايه بالليل ما دخلناش الفندق. طيب. لما بكلمك على سيمي فاينل وفاينل مفيش يوم راحه، رغم النجم الساحلي يعتبر هو الماتش الاقوى دي او الماتش المهم، وكان نادي الزمالك احنا كل يوم كنا بنلعب ماتشات مهمه. انا بكلمك على فرقه داخله بتستنى بعض في اليوم اللي قبل الماتش النهائي وفي الملعب. اعتقد اي واحد طبيعي مش متخصص في كره الهاندبول عارف قد ايه المجموعه دي خارجه بتستند على بعض ويعني وبيحاول، بس المسؤوليه هي اللي مخليهم ماشيين في الملعب. طيب سياده المستشار عايز اعرف مين فيهم كان واكل اكل البعثه، راني ولا وسام؟ بصراحه يعني لا راني غلبان وسام باين عليه. بص اخين كمال ويعني انا بحبهم جدا، اولا ضحكتهم جميله جدا، وانا يعني مش عايز اقول لك انا كنت بحب دايما اروح اسلم عليهم لانه فعلا بجد اولاد محترمين محترمين. طبعا مش اولاد يعني زي اخواتي، فعلا الاطفال محترمين بجد، مؤدبين ملتزمين مش عايز اقول لك لاقصى درجه. قد ايه الاحترام مع جهازهم الفني واحترام ايمن صلاح، ده عندهم حاجه كبيره جدا هو وكل الجهاز اللي معاه. قد ايه الاحترام للروبي والحسين وحسن يسري، قد ايه بجد ان هم بيحترموهم وبيسمعوا كلامهم، يا حاجه جميله. انا بقول لك انا اتعلمت منهم بعد الخبره دي في نادي الزمالك. اسالك بقى السؤال المحرج، المكافئات والمستحقات بتاعتهم طالعه ولا لسه؟ ان شاء الله. يعني انا بص مركز الاداره كله عارف ان انا بتكلم في الاجابه، ان شاء الله بامر الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هتصرف لهم المكافئات. وهم اقول لك حاجه، هم مش محتاجين حاجه والله العظيم. انا قعدت معاهم، يكفي ان كلهم بيقولوا احنا بنلعب لنادي الزمالك، لكن فيهم علينا مسؤوليه تجاههم، والناس كلها مقدره المدى التعب اللي تعبوه والرجوله والالتزام. ان شاء الله هتصرف كل حاجه بتاعتهم، وان شاء الله بامر الله سبحانه وتعالى يعني في نظره حلوه جدا. يكفي ان هم فريق بيسعدنا على طول وفريق بجد على طول بنفرح فيه. يكفي الوايت مايس باستقبالهم. انا برضه هقول حاجه، انا دلوقتي اهو في المطار بقالنا ساعتين انا منتظر الفرقه بتاعت البولي في المطار انها اتاخرت. ان شاء الله برضه هحتفل كمان بفرقه الطايره الرجاله اللي نازلين حلقه دلوقتي في استاديوم وهو في المطار، والوايت مايس قاعدين تحت عمالين يغنوا لهم. يوصلوا بألف سلامة إن شاء الله، وهو ده اللي احنا مستنينه منكم باستمرار. سيادة المستشار أحمد جلال إبراهيم بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. الروح الحقيقة اللي أنا عايشها معاك، وأنتوا حسستوني أكني كنت معاكم جوه في البعثة، والكلام اللي بيقوله سيادة المستشار أحمد ما يجيش من وراه غير بطوله، ما يجيش من وراه غير ابطال. سيبكم انتم من الحته بتاعت هم مش عايزين حاجه، اكيد انتم عايزين حاجه، فانا هديكم الفرصه تتكلموا في الموضوع ده، المكافئات والمستحقات بتاعتكم المتاخره الامور بالنسبه لكم ماشيه ازاي؟ والله حضرتك انت عارف ان هو ظروف نادي، هي ظروف بلد حطينا فيها، فهو طبعا النادي يعني بيحاول يعمل اقصى جهده، يعني معسكر طلعنا فلوس بتاعت بطوله افريقيه ساعدنا، خدنا مرتب شهر قبل ما نطلع، فهو على قد ما يقدر بيحاولوا يساعدونا. تحيه ليهم كلهم باولهم سيد جورج سعد واحمد جلال ابراهيم، ناس محترمين جدا بيحاولوا يمدوا ايديهم لينا بقدر الجهد. الناس بتصلك في اكلك. لا راني يعني عايز اعرف منك فكره ان انتوا تبقوا موجودين مع بعض. نادي الزمالك ما عندوش الاستقرار الاداري اللي موجود في انديه تانية، انتوا متواجدين مع بعض بتشدوا من ازر بعض بتعرفوا تاخدوا بطولات، هل انتوا اتعودتوا على كده تبقوا موجودين في الظروف الصعبه زي ما سياده المستشار بيقول ما استريحتوش ما بين المباريات وبعضها، بتلعبوا في اجواء صعبه، مباراه بيطلع منكم عدد كبير من اللعيبه مصاب، مباراه الجزيره الليبي، اتعودتوا ان انتوا تشتغلوا في الاجواء الصعبه دي؟ هو هقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي معانا كابتن حماده الروبي وكابتن حسن يوسف، دول اكتر اتنين في الفرقه. يعني طبعا كابتن حمد الروبي خبره كبيره جدا، وكابتن حسن برضو خبره كبيره جدا،
احنا يعني انا واحد انا بتعلم من كابتن حسن بصراحه بتعلم من كابتن حماده الروب هما بيقودونا للفرقه بيقودوا الفرقه للبطوله ان هم عايزين يكسبوا ان احنا ازاي نبقى تحت ضغط ان احنا ازاي كسبنا ماتش مش مشكله مالناش دعوه باللي فات خلينا في اللي جاي فعلا يعني ناس قدوه فوق 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 الوصف بصراحه وسام هل بتحسوا ان الاضواء بدات تيجي لكم شويه اضواء لليد لكره اليد بشكل عام انه الناس هتبتدي تهتم بيكم بقى وتبص عليكم ولا هتحسس برضو ان الناس مهتمه بكره القدم وعمر زكي وعبد الواحد السيد والنوع ده من هو طبعا هو شيء طبيعي طبعا كره القدم هي اللعبه الاولى في مصر فالناس كلها طبعا الاضواء كلها بتتجه لها كاعلاما صحافه كل حاجه بس احنا بنفرح من جوانا والفريق كله بنلاقي حاجه ناس تهتم بينا تقول اخبارنا تجيب لنا حاجه كده تفرح بينا دي حاجه بتساعدنا احنا حتى كان الوايت ناس لما جم احتفلوا بينا في المطار استقبلوكوا ده انا كنت هسالك السؤال يعني استقبلونا احلى استقبال بجد والله كان في اكتر من 3000 مشجع شماريخ هتافات شالونا على اكتافهم صور كان استقبال فوق العاده بجد يعني المفروض انت تكون راجع زعلان اصلا يعني انت راجع اصلا زعلان ان انت خسران بطوله احنا لقينا احتفال حاجه بصراحه حاجه تانية خالص يعني شماريخ والناس فرحانه وما تزعلوش شفت اللي هو علاء مالك كان موجود في المطار في احتفال حاجه كويسه يعني مين قال فيكم الو المره اللي فاتت انت أنا. انت بقى قول المره دي الو الو لا الو بتاعتك دي واطي قوي علي صوت شويه الو الو ايوه راجل ازيك الحمد لله تمام ايه الاخبار تمام الحمد لله معاك خالد حسام حبيبي ازيك يا خالد ازيك عامل ايه يا نجم ازيك يا كابتن احمد مفيش كابتن احمد هو في وسام وفي وفي راني وفي ابراهيم ينفع معاك ابراهيم نمشيها ابراهيم لو عايز احمد ابقى احمد ما عنديش مشكله اللي انت عايزه حضرتك اخبارك ايه كله تمام كله تمام الحمد لله يعني عايز اخد من نفس الروح اللي كنا فيها بنتكلم مع المستشار احمد جلال والبعثه وانتوا كلكم ماشيين مع بعض والامور ماشيه بشكل كويس وشغالين في ظروف صعبه جدا ورغم كده بتعرفوا ان انتوا تاخدوا بطوله السوبر الافريقي بتتاهلوا لكاس العالم للانديه قول لي كواليس البعثه نفسها التفاصيل اللي انتوا كنتوا عايشينها وما كانش في حد واخد باله منها خالص والله عامه السفريه من اولها كان فيها تركيز كان معايا ماتش السوبر انت عارف هو المؤهل لكاس عالم الانديه فبالنسبه لنا ده بيبقى حلم كل سنه ان انت تطلع على كاس عالم الانديه وتشرف مصر طبعا ونادي الزمالك بالاخص. ولكن هي التركيز كان في الاول خالص على ماتش السوبر واحنا بناخد عامه متعودين او متعودين الناس الكبار بيعلمونا ازاي تاخد خطوه بخطوه. البطوله ما تاخدش البطوله يعني من اولها لاخرها كده انا هكسب بطوله افريقيا لا الموضوع بيتاخد خطوه بخطوه كل خطوه محسوبه انت هتعمل ايه وتركز في كل خطوه يعني ان كان فريق صعب او سهل مش بتفكر في الفكره دي بالذات بس انت عامه بتركز في الخطوات اللي هتاخدها. بس فخدنا اول خطوه ببطوله افريقيا ماتش السوبر يعني قصدي وبعد كده خدنا بطوله افريقيا بقى خطوه بخطوه وكان الاجواء كلها بعد انتصار اللي هو بتاع ماتش السوبر ده كانت كويسه جدا بس كان المهم ان احنا نخرج من ساعات انت لما فرحه زياده بتاثر عليك وعلى مستواك. صحيح وده فعلا يعني مش سهل قوي ان انت تتعداه بعد ماتش السيمي فاينل بتاع الافريقي التونسي. وبالذات انت بقى ماتش سيمي فاينل وفاينل في اقل من 24 ساعه. الموضوع ما كانش سهل قوي بس طبعا بخبره اللعيبه الكبار يعني والناس كلها وكابتن ايمن وكابتن عمرو وروبي وحسن هم يعني حاولوا بقدر الامكان ان احنا نخرج من جو اللي هو يعني احنا انتصار وخلاص والبطوله لسه فيها ماتش فاينل عشان تاخد البطوله بس ربنا ما ارادش بس احنا طول عمرنا متعودين يعني كابتن الكبار ان احنا فرقه واحده على المكسب وعلى الخساره فاجواء البطوله نفسها واجواء البعثه كلها كانت يعني فيها حب وود يعني الموضوع كان فعلا جميل. طيب انا اذا طلبت منك اعرف الخطوه الجايه كاس العالم للانديه وانتوا متاهلين اليها حاطين عينيكوا على مركز متقدم ولا انتوا بتتكلموا على التمثيل المشرف قول لي بصراحه لا والله خالص بالعكس هو احنا دي ثالث مره على التوالي ان احنا نشارك في كاس عالم الانديه اول مره خدنا ثالث يعني كان لينا شرف طبعا مركز هايل طبعا مركز بالظبط بالنسبه للفرق الموجوده كبيره جدا يعني خدنا ثالث وحضرتك عارف ان هم طبعا كل الفرق بتاعت الخليج او الفرق اللي بتشارك بتجيب عامه لعيبه محترفين من بره مش بتلعب بالانديه بتاعتها. فهي في الاغلب بتبقى بطوله اوروبا اكتر ما هي كاس عالم انديه او. فهو انت كل سنه بتحاول تطور من نفسك اول مره كانت انت خدت ثالث، ثاني مره ربنا ما وفقكش قوي وخدت رابع بس ان شاء الله يعني احنا هنتمرن ونسعى السنه دي عشان كانت تفرح الجماهير بعد احنا ما خسرنا بطوله افريقيا هي فعلا اثرت علينا جدا فاحنا محتاجين نعمل حاجه الناس تحبها جماهير كره اليد يعني بتوع الزمالك عايز تقول ايه لوسام والراني؟ عايز اقول لهم والله يعني وحشتوني ومش يعني الفتره مع بعض كده لازم اشوفكم عشان انتوا فعلا وحشتوني الصراحه. والله انت كمان انت كمان يا نجم والله.
اشكرك ان شاء الله كده. اتفضل. اشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد حسام لاعب كره اليد بنادي الزمالك. انت قلت الو مره قلت مرة. وانت قلت له مره الدور عليا انا بقى. لو قال لي استاذ احمد تاني انا ما انت حرين بقى. كابتن كريم هنداوي. كابتن كريم اهلا وسهلا بيك. ازي حضرتك؟ ازيك كابتن كريم؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ منور والله. بنورك ربنا يخليك. كله تمام؟ الحمد لله تمام زي الفل. اخبار حضرتك؟ عايز ابارك لكم على بكل تاكيد على بطوله السوبر. ويعني عايز اعرف منك بقى ليه ضاعت بطوله افريقيا؟ احنا كل ده عمالين بنتكلم على اجواء الفرح واجواء السعاده، لكن ليه ضاعت منكم بطوله افريقيا رغم ان انتوا فرقه كبيره فرقه تقيله زي ما بنتكلم دايما؟ هو طبعا اول حاجه بس يعني عايز اسلم على وسام وراني يعني اخواتي بجد والله، فبسلم عليهم. وفعلا احنا الفتره اللي فاتت دي كنا مع بعض كلنا، فطبعا لما الواحد بيغيب عنهم مثلا يوم ولا يومين على الفريق كله بيحس في حاجه ناقصاه. صحيح. فعلا يعني انا سمعت خالد بيقول هم وحشوه، بس كل الفرقه فعلا وحشانه، وكل اعتقد الاحساس ده مش عندي بس، هتلاقيه عند كل الناس. فتحس في حاجه ناقصه للفريق، يعني احنا على طول مع بعض و24 ساعه، فطبعا بتبقى الموضوع بيبقى في اول يوم اول يومين بيبقى صعب شويه. بس يعني انا بتكلم ده دي الشق الاولاني. الشق الثاني بتكلم انا كنت بشكر بجد بشكر كل الجهاز الفني واللعيبه كلها اللي عملته، والجهاز الفني اللي عندنا اللي معانا والناس اللي كانت ماسكانه قبل كده وكل الناس اللي كانت ورانا بجد والله، لان الناس كلها عملت مجهود فوق الخيال. الجهاز الفني من ناحيه اللي هم عملوا سبورت كل الفرقه، والجهاز الطبي نفس الكلام، في ناس واللعيبه طبعا كل الناس اللي اعتقد كل الناس عارفه اللي كان في لعيبه مصابه واللعيبه كانت تعبانه، فانا بشكر اللعيبه جدا جدا كمان. فانا يعني انا بقول لهم احنا عملنا اللي علينا، واعتقد يعني اللي ده يعني مش ده كان اقصى حاجه المفروض يوصل لها، بس ده في الظروف اللي احنا وصلناها والظروف اللي احنا يعني اتقابلنا فيها، اعتقد ده كان اصعب حاجه احنا مرينا بيها في البطولات اللي فاتت. عشان كده الحمد لله يعني انا بقول الحمد لله على المركز التاني. يعني طبعا مش مبسوط طبعا، احنا كلنا مروحين متضايقين جدا، حاجه مش متخيل مدى قد ايه الحزن اللي عندنا. بس ده كان اقصى حاجه احنا ممكن نعملها، لان البطوله فعلا صعبه. هم يعني من الاخر كده عايزين تونس تاخدها، يعني مدورينها كده عشان تونس تاخدها تاخد البطوله. فطبعا يعني من كل حته، من كابولا عاملينها معانا اساسا، احنا لاعبين ماتش سوبر الاول، بعد كده ثاني يوم نلعب ماتش. طب طبعا ده ما بتحصلش عمرها ما بتحصل، صعب جدا طبعا. يعني تاني حاجه احنا طول المجموعه بنلعب ماتش ونريح يوم، ماتش ونريح يوم. طب خلاص لعبونا المجموعه كلها مره واحده، بعد كده خلونا في السيمي فاينل وفاينل نريح ما بينهم. صحيح. بس احنا حضرتك احنا بنسافر ساعه وربع كده عشان نلعب ماتش، ونرجع ساعه وربع، غير التدخين في الماتش، غير التسخين في الماتش، غير الماتش، غير الاجهاد طبعا جامد جدا عليكم. اجهاد طبعا. هنلعب ماتش في السيمي فاينل الساعه 5:30، بعد كده ثاني يوم نلعب ماتش فاينل الساعه 4، وماتش السيمي فاينل مع الافريقي، والماتش كان جامد لغايه اخر دقيقه. اعتقد ده يعني مش اي حد يستحمله. واحنا الى حد ما في ماتش النجم، خد بالك حضرتك، احنا في ماتش النجم حضرتك اتفرجت على المباراه، احنا برضه لو كان الامور كانت يعني احسن من كده، ومثلا انا مش هتكلم طبعا على التحكيم عشان هو كان باين جدا، كان الموضوع قريب شويه، حد كان فيه شويه، كان الموضوع ممكن يقرب، وكان ربنا يعني كان ممكن الموضوع قريب كنا ممكن نمسك فيها. بس هي كل العوامل كانت هو مأديه اللي هم عايزين يخلوا تونس يعني خلاص الافريقي خسر اللي هو منظم، لا ما طلعش بره تونس بقى. يعني انتوا كده عملتوا اقصى حاجه، وهم يعني احنا بالنسبه لهم احنا كسبنا الافريقي ده كان هناك ميتم، يعني كان هناك اللي احنا عملنا جريمه. ولعيبه الافريقي والمدربين بتاع الافريقي قعدوا يشتمون قبل ماتش النجم، وحاجه يعني حاجه ما ينفعش تحصل يعني. فطبعا يعني انا بشكر اللعيبه كلها، وبشكر الجهاز الفني والجهاز الاداري، وبشكر كل الناس على هي عملته، كل واحد عمل اللي عليه والزياده فوق طاقته الضعف. فانا يعني الحمد لله على البطوله طلعت بالشكل ده، واعتقد غير اللي في مكاسب، يعني احنا خسرنا البطوله بس في مكاسب ثانيه حصلت. صحيح. بكل تاكيد يعني بكل تاكيد. وانا بشكرك شكرا جزيلا كابتن كريم، وعايز اقول لك كل سنه وانت طيب. الحقيقه انا وسام وراني انا عايز اقول حاجه واحده بس قبل ما اقفل، بس انا فاضي بالليل، انا جاي لك بالليل. انتوا فاضيين امتى؟ ايوه انا عايز اخد من الروح بتاعتكم ديت والروح الجميله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن كريم. انا معايا على التليفون الكابتن هادي فهمي رئيس اتحاد
كرة اليد. كابتن هادي اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك كابتن هادي. انا عارف ان حضرتك عندك اجتماع دلوقتي حالا. والله طالع عشان خاطركم. انا عارف بشكر حضرتك شكرا جزيلا، لكن مهم جدا حضرتك تكون معانا واحنا بنعيش الاجواء ديت. اجواء الحقيقه اجواء سعيده جدا. كرة اليد في نادي الزمالك ماشيه بشكل كويس بالتاكيد يا فندم. حضرتك ليك تعقيب، ليك تعليق على وصول نادي الزمالك الى كاس العالم للانديه؟ بقول لهم مبروك طبعا، وهم دايما رافعين راسنا رجاله وهم عارفين انا بحبهم قد ايه. بسلم على كريم طبعا، ما اعرفش مين مع كريم عندكم. احنا معانا طبعا كباتن نادي الزمالك وسام وراني. طيب سلم لي عليهم يا حبيبي. مبروك وهارد لك على الماتش بتاع تونس. طبعا احنا عارفين الاجواء كانت هناك ازاي، والله يكون في عونهم وحاسين بيهم. لكن هم رجاله وعملوا عليهم وهم دايما رافعين راسنا، وانا ببارك لهم يعني طبعا نيابه عن كل الاتحاد. طيب كابتن هادي، بسال حضرتك عن المسانده اللي هيعملها اتحاد اليد لنادي الزمالك، وتحديدا فيما يتعلق بموضوع الايقاف اللعيب اللي تم ايقافه من نادي الزمالك من قبل الكاف، ايه اللي ممكن يعمله الاتحاد؟ انا اتكلمت، انا الهيئه كنت اتكلمت من يومين اطمئن عليهم، كلمني كابتن حماد عباري وهيعملوا لنا هم بس جواب اول ما يوصلوا، وانا هبعت التماس للاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي نطلب تخفيف هذا الايقاف او رفعه، يعني كفايه اللي هم تعرضوا له هناك بقى بصراحه يعني. فاحنا هنساندهم طبعا بكل ما لدينا. طيب بخصوص بقى المساندة الثانية، المساندة من النوعية المساندة الدعم، هنتأخر قد ما نقدر وهم عارفين يعني هم عارفين ظروفنا، لكن احنا متأخرش معهم. هم دايما حقيقة زي ما بقول كده رجالة، ودايما بيجبروا الواحد لازم يقدم اي حاجة عنده ليهم يعني، هم يستاهلوا كل خير يعني. انا بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا. مش عايز اطيل على حضرتك لان شاكر ليك ان حضرتك تطلع تسيب المؤتمر او تسيب الاجتماع وتكون معانا. اعتقد ان ده ذوق من حضرتك كتير جدا. الله يخليك يا حبيبي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن هادي فهمي رئيس اتحاد كرة اليد. الامور بالنسبه لكم بتبقى سعيده انتوا شايفين الاجواء ديت، ورئيس اتحاد اليد ورئيس البعثه اللي كان معاكم؟ اعتقد انتوا الاجواء دي مهمه جدا بالنسبه لكم علشان تاخدوا منها لكاس العالم للانديه. انت بتاخد من ده حافز بقى يعني، شايف الناس سعيده؟ اي نعم انتوا زعلانين بفكره ان انتوا ما اخدتوش البطوله الافريقيه، لكن رغم كده اعتقد فوزكم بشكل او باخر بالسوبر الافريقي وصعودكم لكاس العالم للانديه ده بيمثل لكم حافز اضافي. والله حقيقة احنا فريق من غير غرور حاجه، بس احنا فريق بطولات وانتصارات. خساره زي دي ما توقعناش، بالعكس دي تزودنا. احنا طبعا هنلم يعني، احنا خدنا درس كويس قوي من البطوله دي. هنبتدي طبعا كابتن صلاح هنبتدي نجهز لها ونتعلم ايه اللي فاتنا، وان شاء الله بقى نجهز لكاس العالم الانديه، لانه بيبقى دي بطوله ثانيه خالص، لان كل فرقه من الفرق هناك اللي هي الفرق الخليج او عندها محترفين بيجيبوا بيشتروا لعيبه اعراض كلها اعراض من اوروبا يعني. نزلوا ذكر اسماء كان في لا ليه ذكر اسماء عادي. احنا بنتكلم في حاجه جميل. فريق بلد الوليد بمدربها يعني جايبين فرقه، جايبين 7 لعيبه بالمدرب بتاعها. بلد الوليد بتاعت اسبانيا. جايبينها ايه بقى تاني مع الشعيب؟ اعاره للبطوله دي. جايبينها بالمدرب بتاعها. اعاره لقطر استاد قطر. يعني هو في حد في قطر بيشتري كل اللعيبه دي؟ طيب كويس. فدي طبعا تبقى مشكله. احنا بالنسبه احنا البطوله بقى فيها في الاثنين اوروبا. هي زي اللوائح كده يعني، هو بس السؤال هو اللوائح بتتيح كده طبعا بكل تاكيد، بس ازاي اللوائح كده؟ مش دي حاجه ما فيهاش نوع من انواع العدل في الرياضه دي ولا ايه؟ والله كابتن ايمن صلاح اتكلم مع دكتور حسن مصطفى لما جه هنينا في المقاويه بتاعتنا، كان في احتفال لينا خاص لما جه من نيجيريا. كابتن ابو رجيله هو اللي عمل الاحتفال في الصاله عندنا. ده جميل كابتن ابو رجيله. زي السكر يعني. زي السكر كابتن ابو رجيله. وجم طبعا جم رموز الرياضه في مصر، كابتن احمد امام، كابتن احمد مصطفى، صحيح كابتن يكن، جم هنونا في الصاله بتاعتنا. فحضر دكتور حسن مصطفى، كان ايمن صلاح اتكلم معاه في الموضوع ده، ما ينفعش فرقه زي فرقه الخليج تجيب اكتر من 7-8 لعيبه محترفين. حاجه مش طبيعيه يعني. يعني في كره القدم مقنن، عندك لما بتشتري لعيبه مقنن، بتشتري بثلاث لعيبه بيبقى معروف في فتره الانتقالات. واضح ان العمليه مفتوحه. لا العمليه مفتوحه، فالفرقه بتجيب 7-8 لعيبه محترفين، لا لعيبه اوروبيين جامدين. فعليه بدل ما تلعب فرقتين اوروبا، لا انت بتلعب كلها زي ما خد قال دي بطوله اوروبا. فحسن مصطفى قال هيحط ان شاء الله يعني، وعدنا ان هو يحط قانون هيبقوا 3 لعيبه بس. عرفتوا الفرق اللي هتلعبوها في كاس العالم ولا لسه مش كلها كبلت؟ لسه مش كلها كبلت. بتستعدوا ازاي لبطوله زي دي؟ ده استعداد جامد قوي نفسي وبدني وكل حاجه يعني. فربنا يسهل، هنشوف لسه طالعين من هيعمل معانا ايه يعني بصراحه. يعني بتفكروا بشكل مختلف؟ هتسافروا معسكر مثلا خارجي؟ هتاخدوا وقت قد ايه؟ الاول قول لي البطوله امتى؟
هي في شهر 8 28 8 شهر 8. طيب ده احنا لسه بنتكلم في فتره كافيه ان انتوا تستعدوا ان انتوا تشتغلوا بشكل كويس وان انتوا تجهزوا. فتره كويسه ان شاء الله يعني. ان شاء الله دايما يعني يعمل فتره كويسه معانا ان شاء الله, فتره اعداد كويسه يعني, ونستعد لبطوله كويسه ان شاء الله. طيب انا عايز بس قبل ما اختم معاكم, لو انتوا عايزين توجهوا رساله لاي حد, عايزين تكلموا اي حد, حد عايزين تشكروه على حاجه كانت معاكم, اتفضلوا. والله انا بحب اشكر البعثة كلها من اول رئيس البعثة سيد مستشار الكابتن ايمن صلاح دكتور لطفي الاداريين بالجهاز الطبي باللي كان بيجيب لك الاكل بقى مش بتكلم يعني احنا... انت نسيت الراجل ده يعني تحديدا. احنا كنا زعلانين طبعا اللي حصل, بس هو ده امر واقع. احنا اتحطينا في موقف ما لوش حل, فريق الافريقي في ناحيه والنجم في ناحيه, فاحنا علينا احنا نختار طريق منهم. فكان ايمن صلاح قال الخير في المختار الله, احنا نطلع اول مجموعه ونكمل طريقنا, واعتقد ان احنا نكسب بالافريقي في صوت الافريقي في تونس. دي حاجه مش قليله, دي حاجه كبيره جدا. طبعا دخلنا لعبنا ماتش النجم الساحلي باحمد الاحمر, كان عنده مزه في ظهره مش قادر يوطي, حسن يسري عنده مزه في السمانه, وفي لعبه ثانيه مصابين بقى اللي هي مطرح الخناقه. الحمد لله ان شاء الله مزيد من البطولات والانتصارات, و ربنا يكرم باذن الله في طول كاس العالم. راني اتفضل. طبعا عايز اشكر البعثه كلها من سياده المستشار لغايه اصغر واحد في الفرقه. دكتور اشرف, وبالاخص دكتور اشرف تعب معانا جدا في طول البعثه. هو كبير جدا في السن, هو 55 سنه وتعب معانا جدا يعني بصراحه يعني. وطبعا بوعد ان شاء الله نادي الزمالك البطوله الجايه ان شاء الله بتاعتنا يعني ان شاء الله, واحنا اتعلمنا يعني من البطوله دي, وربنا يكرم ان شاء الله. وفي الاخير اشكر حضرتك طبعا بالاهتمام بينا. انت هزعل قوي. لسه والله والله مش هقول مش هقول طب احفظ له. طيب طب مد ايدي كده ياخد باله. بشكر حضرتك طبعا, بشكر القناه على الاهتمام بينا, وبشكر الفريق العمل كله. انا اللي بشكركم شكرا جزيلا, وسعيد ان انتوا كنتوا معايا, وكنت خايف منكم الحقيقه, فكنت بقدر المستطاع انتوا ما تروحوش ان شاء الله تتفرج على الحلقه دي, فكنت بحاول اخلي الامور تبقى طيبه علشان نطلع سلام من الاستوديو. وسام راني شرفتوني, انا سعيد جدا بالوقت اللي قضيتوه معانا, واتمنى تكونوا انتوا قلتوا كل اللي انتوا عايزينه. الحمد لله, ده شرف لينا والله ان احنا عارفين منك. اشكرك شكرا جزيلا. فاصل, وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا العزيز الناقد الرياضي الاستاذ علاء عزت, كلام مهم جدا عن النادي الاهلي وعن قضايا مهمه, خليكم معانا ما تروحوش في اي حته تانيه.